أكبر معضلة في الجواز هي الشقة وتصطباتها، لأن الفرح ممكن تعمله عدية، الذهب ممكن تجيبه قليل مش كمية كبيرة. بعدها شو رح يضل؟ رح يضل عندك الشقة وتصطباتها اللي ما بتخلص. وعشان هيك البنوك وفرت لك حلول من خلالها هيكون عندك بيت تعيش فيه أنت ومرتك. يا ترى شو هي الحلول هاي؟ يلا بينا نعرف. بانكير، نبض البنوك. هلأ البنوك العامة والاستثمارية في مصر بتقدم لك كل شيء بدك إياه، بما فيهم القروض الميسرة لتشطيب وحدة سكنية، وهذا بيتم بأسعار تنافسية. وأول بنك بيقدم قرض لتشطيب عش الزوجية هو بنك بركة، واللي بيقدم تمويل بيوصل ل 750 ألف جنيه ومدة سداد مريحة جداً بتوصل لخمس سنين. وبالنسبة للمصاريف الإدارية اللي عليك تدفعها هي 1% بس من إجمالي قيمة الوحدة السكنية. والبنك حدد سعر فايدة متناقصة سنوياً، ولازم عشان تستلم القرض يكون دخلك الشهري لا يقل عن 3000 جنيه في الشهر وسنك ما يزيد عن 60 سنة. وب 250 ألف جنيه وفترة سداد مريحة بتوصل لخمس سنين تقدر تستلم برضه قرض من بنك قطر الوطني الأهلي، واللي فايدة عليه تتراوح ما بين 19.25% إلى 20.75% سنوياً متناقصة، ونسبة التمويل من إجمالي التشطيب بتكون 100%. وعشان تستلم المبلغ فلازم يكون دخلك الشهري ما يقل عن 15000 جنيه شهرياً وسنك ما يقل عن 25 سنة. ومن أي فرع تقدر تقدم على القرض دلوقتي؟ بصورة البطاقة وبيان بمفردات المرتب. وفي البنك التجاري الدولي تقدر برضو تستلم قرض تشطيب الشقة، واللي بيبدأ من 120 ألف جنيه وحتى 5 مليون جنيه، واللي بيوفر فترة سداد مريحة جداً جداً بتوصل لعشرين سنة. وسعر الفايدة على قرض تشطيب الشقة من التجاري الدولي هي 23.75% ل 24.25% سنوياً متناقصة، ونسبة إجمالي قيمة التشطيب بتكون 100%. وطبعاً دي فرص متاحة عشان تدخل عش الزوجية. كانت معكم هالة البشيتي من بنكير. بنكير، نبض البنوك.